السلام عليكم، نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العناوين. الحكومة السورية تسعى لإعادة بناء الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص. فرص التعاون الاقتصادي تنشط العلاقات السعودية المصرية، وقطاع الطاقة أبرز المجالات. وفي النشرة أيضا، أوروبا تتجاهل وتقاطع البضائع الإسرائيلية، والفواكه أبرز المتضررين. أهلا بكم. تعمل الحكومة السورية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة على إعادة النشاط الإنتاجي للكثير من الصناعات التي تضررت بشدة خلال الحرب. أهم الخطوات بدأت مع استعادة الجيش السوري لمناطق صناعية حول دمشق وفي ريفها، وصولا إلى الشيخ نجار في حلب. محمد الخضر والتفاصيل. خطوات حكومية وأخرى من القطاع الخاص السوري لإنعاش الصناعة، إحياء بعض المنشآت الصغيرة في حوش بلاس جنوب دمشق، والتحرك نحو المنطقة الصناعية في يبرود في القلمون، والأهم نحو الشيخ نجار في حلب. النتائج لا تزال متواضعة لكنها مهمة بعد 3 سنوات من التدمير. الحكومة السورية قد عملت بتشكيل لجنة ب 23/9/2012، لجنة إعادة الإعمار أولت الاهتمام للأضرار التي أصابت القطاع العام بشكل أساسي والقطاع العام الصناعي، وأيضا هي في صدد إنعاش القطاع الخاص الصناعي من خلال وضع استراتيجية صناعية. رسميا تجاوزت خسائر الصناعة حاجز 2,200,000,000 دولار، ثلثاها تكبدها القطاع الخاص، وهي خسائر جراء التدمير والنهب أو حتى من جراء العقوبات الغربية. والضريبة الأكبر دفعتها المنشآت الضخمة. المنشآت الكبيرة اليوم متعطلة بشكل كتير كبير، يعني عندنا 7 معامل أدوية من أهم المعامل الأدوية اللي كانت بمدينة دمشق وريفها اليوم متوقفة بسبب طبعا التخريب اللي طال هذه المنشآت. في عندنا عدد كبير من المنشآت الصناعية بمناطق صناعية، عدد المنشآت الصناعية الموجودة أو المناطق الصناعية حول دمشق بريف دمشق 14 منطقة، هذا الشيء اللي مسح طبوغرافيا بمحافظة ريف دمشق. الحالة الأمنية أسهمت بدرجة كبيرة في استعادة الروح لبعض المناطق الصناعية، لكن الطريق يبدو طويلا ويتطلب خصوصا تضافر جهود القطاعين العام والخاص. حالة التعافي التي ظهرت هي من خلال جملة من المؤشرات الاقتصادية، أولها أنه انتصارات الجيش فتحت الطرق لتحرير هذه المواقع الصناعات وخاصة المدن الصناعية التي يلقى عليها يعني عبء كبير وآمال كبيرة أيضا في إعادة حركة الإنتاج ودورة عجلة الإنتاج للمستقبل. إجراءات إنعاش الصناعة السورية لا تزال إسعافية، فالصناعة تحتاج أساسا إلى استقرار أمني وعودة آلاف الصناعيين ممن غادروا البلاد. إعادة الصناعة السورية إلى مستواها قبل الحرب لا يزال طموحا بعيد المنال. العملية تتطلب تأمينا للطرق بين المحافظات وعودة المدنيين إلى مناطقهم، وبالتأكيد إلى تمويل من أجل إعادة الإعمار والإقلاع بالصناعة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. تعمل هيئة ترويج الصادرات السورية على وضع استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية ولتطوير الأداء التجاري والصناعي. رئيس الهيئة إيهاب سمندر لفت إلى أن تعزيز التنافسية يبدأ باختيار 40 سلعة متميزة من إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بآليات عمل جديدة، وطمأن إلى أن الهيئة تقدم المساعدة إلى المصدرين وتوفر أفضل العروض لهم للمشاركة في المناقصات العالمية. مليارات الدولارات سيخسرها العراق بسبب قرار 7 شركات للطيران منع طائراتها من التحليق في الأجواء العراقية حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتوقف الغارات الأمريكية على مواقع داعش. هذا القرار سيؤدي إلى خسارة رسوم العبور التي يتقاضاها العراق عبر اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا، علما أن الشركات التي قررت حتى الساعة تغيير مسار رحلاتها وتجنب التحليق في الأجواء العراقية تتوزع بين عربية وأخرى أوروبية.
أصرت هيئة التنسيق النقابية في لبنان على الاستمرار في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق التي تطالب بها منذ نحو عامين. وكانت الهيئة قد أعلنت الإضراب عن تصحيح الامتحانات في محاولة للضغط على الحكومة من أجل إقرار بدل غلاء المعيشة للموظفين. وزير التربية إلياس بوصعب دعا لجان التصحيح إلى الحضور يوم الثلاثاء إلى الوزارة ووضع أسس التصحيح، مهددا بالاستعاضة عن عملية التصحيح بإعطاء إفادات نجاح لكافة الطلاب. زيارة الرئيس المصري إلى المملكة العربية السعودية تمهد لتوسيع الانفتاح التجاري بين البلدين العربيين وتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بعد تقلبات متلاحقة شهدتها السنوات الماضية. العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية شهدت تبدلات متسارعة في السنوات القليلة الماضية، تبدلات ارتبطت بأسماء الرؤساء المتعاقبين على بلاد النيل. عقب الانتفاضة الشعبية عام 2011 تراجع زخم العلاقات بين البلدين، وبعد انتخاب محمد مرسي رئيسا كادت أن تقطع بالكامل. في الفترة الانتقالية وقبل انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي عاد الزخم، وقدمت الرياض سلسلة من القروض والتسهيلات المالية للقاهرة حدت من المخاطر الائتمانية التي هددت المالية الحكومية. بعد 30 من حزيران يونيو من العام الماضي باتت المملكة المانحة الأكبر لمصر في قطاع النفط، وتجاوزت قيمة المساعدات 4 مليارات دولار، منها نحو 2.5 مليار هذا العام. وبرغم أهمية الدعم النفطي لمصر، إلا أن اتفاقات الربط الكهربائي بين البلدين تعتبر الأبرز وتسمح بتبادل نحو 3000 ميجاوات وتوفر نحو 4.5 مليارات دولار للجانبين. التبادل التجاري شهد زيادة ملحوظة العام الماضي، فقد استحوذت السعودية على 4% من حجم التجارة الخارجية لمصر بقيمة تجاوزت 3.2 مليارات دولار، يميل ميزانها لمصلحة صادرات المملكة، بينما قاربت الاستثمارات السعودية في بلاد النيل 6 مليارات دولار. العلاقات بين مصر والسعودية لا تقف عند التجارة والاستثمار، وتشير الإحصاءات إلى أن 1 مليون مصريين يعيشون ويعملون في المملكة، ما يجعلهم الجالية الأكبر في الخارج والركيزة الثالثة للمداخيل المصرية بالنقد الأجنبي. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة وزير الاقتصاد المصري السابق سلطان أبو علي. أهلا بك معالي الوزير. والسؤال، يعني برأيك ماذا يمكن أن تجني مصر اقتصاديا من تعزيز علاقاتها مع السعودية؟ تاريخيا العلاقات المصرية السعودية علاقات حميمية أخوية، وهناك مجالات عديدة لاستفادة الاقتصاد المصري من العلاقات السعودية، وكذلك استفادة القطاع الاقتصاد السعودي من الاقتصاد المصري. ولكننا نركز على استفادة الاقتصاد المصري من الاقتصاد السعودي. في هذا المجال يوجد عدة أشياء. أولا في مجال التجارة، تستطيع التجارة بين الدولتين تنمية وتحسين ميزان مدفوعات المصري، حيث أن الاقتصاد السعودي اقتصاد كبير نسبيا، وبالتالي يستطيع أن يستورد كثير من المنتجات المصرية. المسألة الثانية هي الاستثمار، مجال الاستثمار. هناك مجالات عديدة للاستثمار في مصر، سواء كانت في المجالات الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو الخدمية، وتوجد أموال سعودية كبيرة تبحث عن فرص استثمار مربحة، وبالتالي تستطيع أن تجد فرص جيدة موجودة في مصر. هذا بالإضافة إلى أن إذا تركزت الاستثمارات السعودية في الخارج في أوروبا مثلا في عملات أجنبية، فإنها تتعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف مما يقلل من قيمتها. أما الاستثمار في مصر فإنه يحافظ على القيمة، بل يؤدي إلى زيادة قيمتها. وفي هذا استفادة للجانب السعودي بالإضافة إلى الجانب المصري. هناك أيضا مجال العمالة. الاقتصاد السعودي يحتاج إلى تنمية، يحتاج إلى يد عاملة. الاقتصاد المصري به يد عاملة كبيرة، وبالتالي يستطيع أن، ويوجد معدل بطالة مرتفع نسبيا، وبالتالي السوق السعودي من الممكن أن يكون مجالا لتوظيف اليد العاملة في السعودية. وبالتالي هناك مجالات عديدة في هذا الصدد. وزير الاقتصاد المصري السابق الدكتور سلطان أبو علي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
تستضيف الخرطوم اجتماعات سودانية مصرية لبحث سبل تطوير العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين. الاجتماعات التي تستمر 3 أيام ينتظر أن تختتم بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار المشترك. قيمة الاتفاقات الاستثمارية المصرية في السودان لامست 9 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز قيمة المشروعات المنفذة 1 مليار دولار. السفير المصري أسامة شلتوت أكد للميادين أن الشهر الجاري سيشهد افتتاح أول معبر بري بين البلدين. الاستثمارات المصرية في السودان الجانب السوداني هنا التراكمية من 2000 إلى 2014 بلغت ما مصرح به 8 مليار و700 مليون دولار، ولكن الفعل الذي تم إنفاذه على أرض الواقع 1 مليار دولار، وبالتالي رجال الأعمال المصريين هناك توجه لاستثمار، والاستثمار التصريح اللي هم أخذوا بها فعلا إقامة شركات هنا هو إنفاذ هذه الاستثمارات هنا في الجانب السوداني. وزارة التخطيط المصرية ستعلن تفاصيل طرح الأسهم والسندات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة خلال أيام. هذا ما أكده وزير التخطيط أشرف العربي لافتا إلى أن عوائد الأسهم لن تكون قبل 2 من الآن، وستحقق عائدات كبيرة للدولة والأفراد. وأضاف العربي أن الاكتتاب في المشروع سيزيد النسبة المأهولة من مصر بنسبة 12%. مقاطعة أوروبية غير معلنة لمنتجات الفاكهة الإسرائيلية. صحيفة ذا ماركر الاقتصادية ذكرت أن مستوردين أوروبيين أبلغوا مصدري الفواكه الإسرائيليين أن شبكات التسويق الكبرى لم تعد مهتمة بشراء منتجاتهم. الصحيفة الإسرائيلية أوضحت أن ذلك يتعلق بشبكات تسويق في مجموعة الدول الإسكندنافية، إضافة إلى بريطانيا، إيرلندا، فرنسا وبلجيكا. وعمد عدد من الجمعيات الاستهلاكية في أوروبا إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية تعبيرا عن رفضهم لممارسات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية. نشكر لكم حسن المتابعة. الميادين.net للمزيد. إلى اللقاء.